بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين الحاجات متغيرة ايه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة مميزة جدا. حلقتنا النهاردة من بيوت منورة، أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب ينفع بيها. إحنا كل فترة كده بناخد حاجة من سلسلة إدارة الذات بحيث إن إحنا نعرف يعني إيه إدارة الذات، يعني إن إحنا نعرف نفسنا إزاي ندير نفسي وإزاي أدير ذاتي وإزاي أطور من نفسي وإزاي أفهم الأحوال وطبائع الشخصيات وإزاي أحلل الصفات وإزاي إن أنا أشوف الأنماط اللي أنا بتعامل معاها اللي ربنا جايبهم لنا في الدنيا دول إزاي أعرف أتعامل معاهم. فجميل جدا جدا ان انا افهم الحاجات دي، وده علم جيد، يعني علم سواء اداره ولا وقت ولا حتى التطوير، كل ده شيء جيد ادم لا يناقض شرع ولا كتاب ولا سنه. طيب اتكلمنا عن شويه حاجات، والمره اللي فاتت كنا بنتكلم عن موضوع الخداع وليه نتخدع في الناس والطيبه، واللي كان قبلها موضوع الطيبه. النهارده هناخد حاجة أنت بتعملها كشخص أو أنت كشخصة أنت بتعملها كإنسان بتعملها هو خدع على نفسك، دايما حاطط نفسه في صورة أقل. وبصوا هقول لكم الشعرة اللي بينها وبين تواضع والكبر ما بين، لا ما هو أنا ما ينفعش يعني أن أنا أبين نفسي وما ينفعش يعني أن كذا وصدا حرام، وده إيه الشعرة اللي ما بين التواضع وما بين الكبر، وإيه الأمر اللي المفروض لا يعني يوصلني من أنا إنسان مهذب ومتواضع وكده، بس عارف قيمة نفسي، عارف مهاراتي ايه، عارف قيمة نفسي ومهاراتي. دي بتاخد كلام كتير جدا جدا. يعني انا نفسي في البداية وانا بتكلم اقولك يعني ما عندكش تقدير للذات، ما عندكش صورة صحيحة جيدة انت عن نفسك، حتى لا شايفها لنفسك عشان حتى غيرك يشوفها، استحالة. اسمعوا، استحالة اللي قدامك يشوفك مقدر أو يشوفك محترم إلا إذا كنت أنت محترم لذاتك وأنت بتحترم ذاتك. اسمعوا بقى الكلمة دي كمان واحفظوها، مفيش حد يا ابني ومفيش حد يا بنتي هيقدر يقلل منك ويقلل من تقديره ليك إلا إذا أنت سمحت له بكده، أنت اللي بتعطي له الإذن إنه يقلل منك. النظرة الدونية لنفسك دي خطيرة جدا جدا، نظرة سلبية طبعا، سلبية ولها أسباب كتير. تعالوا نشوف إيه الأسباب اللي بتخليني أنا معرفش أقدر نفسي. أول حاجة ورقة وقلم بقى واكتبوا معايا عشان هقول النهاردة كلام حلو. أول حاجة التربية والكلمات السلبية اللي بتتقال في التربية، التربية اللي فيها كلمات من الأب أو الأم أو المدرس أو العيلة أو الأصحاب وما تمش العلاج فيها، التربية والكلام السلبي اللي بيتقال لنفسك، أنت أصلك يا ابني طول عمرك فاشل وأنت هتطلع عيد اليمين في عيلتك يعني، ما هو كلهم هو زي ما أنت شايف وترسلوا لستة الفاشلين كلهم في العيلة، أو تيجي تقول لها للبنت يعني يا رحتي ولا جيتي أنت آخرك إيه ما تقعدي بشهادة كذا، ويجي اللي مش عايزة أقول ده بيوسف والزوج اللي جاي بكلمة أقولها نون والله ما أقولها لكن منتشر، تقول لك إيه ده والله يمك برضه بتقول لك كده، ودي تقول إيه ده، وعلى الجروبات تلاقي كله معقول، انا كنت فاكره بيتقال لي الكلمه دي لوحدي، هيجي مش عارفه ايه اللي بره كده اللي هيجي ياخدك ويشيلك وانت هنا يلا خلصي وهنجح على 50% وخلاص، او يقلل من نظرتك حتى لنفسك ايه ده، ويجي الزوج مثلا شايفها عامله اي حاجه تجديد، ايه ده هو انت حاطه لنا ورد، مش هو انت مطلعه الفول يا ابني، حاطه لك فول حاطه لك فيه عليه يا سيدي ان شاء الله، حتى لو كان ايه حاطه لك عليه زرع ولا منظر، هو انت مش عارف هو كذا كذا،
عارفه التقليل وعدم التقدير وعدم الكلمه حتى الطيبه اللي دخلت. طبعا احنا بنقول دي بتهز الثقه في النفس وبتهز اصلا نظرتك لنفسك. لكن انا عندي الكلام اللي بيتقال في الصغر من الاب ومن الام له اكبر العوامل. والولد او البنت او الطفل وهو طالع بياخد الموروثات دي معاه وهو طالع، وهو ذات نفسه تلاقي نظرته لنفسه قليله. انت هتروح فين في العالم دي؟ مالها العالم دي؟ انت هتروح فين؟ مش عارفه في الناس اللي قاعدين فين، ولا اللي ساكنين فين، ولا اللي ابومي ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده. انت بذاتك وبنفسك وبايمانك وبتقواك وبعلمك مالكش دعوه بالقصص دي كلها. لكن الكلام السلبي اللي بيتقال في التربيه ده سبب من الاسباب. الامر الثاني، الحاجه اللي بقول لكم عليها، الشعر اللي ما بين التواضع وما بين الكبر. يبقى حد على فكره عقله كويس جدا، وهي اللهم بارك تفكيرها جيد جدا، وهو اللهم بارك شخصية حبوبة، شخصية اجتماعية، عنده يمكن 3-4 أنواع من أنواع الذكاءات اللي معروفة، والذكاءات حتى في المهارات الاجتماعية وفي التعامل، والذكاءات في الطبيعة، حد كويس ومخه حلو وتحليله حلو ونتائجه اللي بيكتبها حلو. لكن هو مش حابب يظهر نفسه، ماشي تمام، علشان مثلا ما يتغرش ونوصل للنرجسية والأنانية والأنا الكبيرة طب تمام. لكن المبالغة في الأمر ده بتخلي اللي أقل منك يقل منك. المبالغة في الأمر ده تخلي اللي قدامك، بصوا بيعمل إيه، يخلي اللي قدامك يسفه منك، وهو يكون هو أصلا أقل منك، وانت عندك الخبرة وانت اللي عندك الكلام اللي تقوله. لكن طريقة نظرتك لنفسك وانك انت بتصغر نفسك في مكانة أقل من مكانتك ده. تعالوا مديكوا الدليل على الكلام ده. الدليل مين؟ قصة سيدنا يوسف يا جماعة. قصة سيدنا يوسف ايه اللي حصل فيها؟ اجعلني على خزائن الأرض. شفت بقول ايه؟ واحد طالع من السجن وكان مسجون وكان مش عارفه في فين وجايب وكذا، اول ما شاف المشكله قال لهم لا انا 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 افسر الحلم وعارف قدراته. جميل ان انا اعرف قدراتي، جميل، حلو حلو، اعرف قدراتي وانا كده. اجعلني على خزائن الارض، فبلاش تقلل من كم القيم اللي عندك والقيمه اللي انت اخذتها، سواء قيمه علميه او اخلاقيه او قيمه عقليه او حتى في الاخلاق او التربيه. ما تقللش من نفسك عشان ما تسمحش اللي قدامك انه يحطك في مكانه اقل من مكانتك. واعرف قيمه نفسك، دي مهاره على فكره، مهاره ان انا اعرف قيمه نفسي. الامر الثالث عشان انا بس كاتبهم لكم عارفين بخط ايدي، الصوره السلبيه بقى الايه؟ الصوره السلبيه عن النفس. فاكرين زمان كده كان على النت كان بيبقى في حاجه من الحاجات العظيمه جدا، صوره قطه هي قطه وبصه في المرايه فشايفه نفسها اسد. هو هي شايفه نفسها كده. انت شايف نفسك ازاي؟ الصوره السلبيه عن نفسك بتخلي انت ذات نفسك مش مستاهل ان انا اروح المكان الفلاني او اتعلم الحاجه او انا ننجح في المجال الفلاني او الحياه بالنسبه لي يعني هي تحصيل حاصل وكده. ليه؟ لان هو مش شايف نفسه قطه لا خالص، ولا اسد، ولا شايف، هو شايف نفسه فار او صرصار او حتى جراده بتعمل، حتى الجراد له قيمه يعني. هو مقلل من نفسه. ليه بتقللوا من نفسكم؟ ليه ما اعرفش مدى مهاراتي وقدراتي عامله ازاي؟ ما تقللش من نفسك يا ابني، ولا انت تقللي من، ولا تسمحي لحد، ما احنا قلت لك في اول حلقه بقى العنوان العريض وتحفظوه الجمله دي، محدش بيقل منك بدون اذنك، انسى. محدش هيقلل منك ويحسسك بعدم تقديرك لذاتك الا انت اديتي له الاذن، الا انت سمحتي بكده. في اما بقول مثلا الصوره السلبيه عن النفس، الصوره السلبيه بتخليك مش مصدق، صدقوني مش مصدق حتى لو عامل انجاز، معقول ده مش انا، ده اصل العامل اصل البيئه اصل اللي حصل اصل فلان اللي على الطرف الاخر من الكره الارضيه هو ده كذا فعشان كده الانجاز حصل. مش مصدق انه عامل انجاز، مش مصدقه ان هي عملت كذا وقدرت كذا وقدرت مش عارفه تعمل ايه لاولادها وقدرت تعمل ايه في مستقبلها وقدرت تعمل تجمع. تقول لك ايه ده، هو انت بتذاكري مش عارفه بتحضري ماستر مش عارفه بتعملي ايه وعيالك في سن مش عارفه وكذا وناجحه في كل ده. تقول لك ما اعرفش والله، لا اصل انا مش فاهمه مش وتنزل مع ان هي محققه انجازات تحفه جدا. يعني انا اعرف بنت، البنت دي كانت بتمتحن في كليتين،
كلية من الكليات هي كليتها الأساسية ودخلك كلية تانية إيه انتساب. وبما إن في مصر الساعات بتبقى الكلية دي بتمتحن في يوم وده في يوم، ويجي يوم يبقى الاتنين مع بعض تقعد تدعي ربنا بتكرر أنهي المادة اللي ممكن تشيلها وتعملها السنة الجاية بحيث إن هي تعمل، وبتمتحن مع بعض الكليتين مع بعض. وبعدين جت حد ثالث خالص، كانوا بيعملوا مشروع التخرج، جه حد ثالث خالص من الخمسة بتوع المشروع وقال للبنت دي كلمة سلبية جدا، وكلمة فعلا أحبطتها. هو احنا كل ما بنقول لك كده ما بتكمليش موضوع لآخره، علشان كده انت طالعة بمواد من هنا وكده، مع ان البنت مع ان ده انجاز على فكرة انها واخدة كليتين مع بعض عشان تحقق اللي هي عايزاه او هي حابة كده. البنت قعدت قبل تسليم المشروع ما فيش ايام لحد ما قعدنا نتكلم معاها، ويا بنتي كذا وكل واحد عليه دور ودي مسؤولية جماعية ومعلش كل واحد يلتزم بالحاجة اللي معاه عشان يطلع بصورة جيدة. ولما انهارت وفي الاخر طلعت، طب دي واحده عرفت تطلع اللي جواها وكلمتها وواجهتها، وانت ازاي تقولي كذا ومش عارف. هو حد يقلل منك ويقلل من انجازاتك لدرجه انت ما بتبقاش مصدق؟ لا انت عامل انجاز اصلا. وجودنا انا عايزه اقول لكم وجودنا في الحياه في 2020 في ما شاء الله ما شاء الله الحياه التحفه اللي احنا فيها ديت بكم يعني التحديات اللي حوالينا، وكون ان انت مكمل في الحياه وحطت حتى خطه، قاعد بيقول لي مثلا خطه 3 سنين 5 سنين، انت انسان ممتاز جدا اصلا ان انت شايف رؤيه قدامك بثلاث خمس سنين، ده حاجه كويسه. ولما اتكلمنا المره اللي فاتت انك يبقى عندك تخطيط وان يبقى عندك نوع من انواع الاولويات، ايه اولويات حياتك؟ يعني بنات كلموني بيقولوا لي يعني احنا ما كناش حاطين حاجه زي كده في دماغنا، موضوع الاولويات وان احنا نكتب يبقى عندنا اهداف. اما انتوا عايشين ليه؟ عايشين كده زي الروبوتات اللي ماشيه في سكك، خلصت مش عارف مدرسه ادي ثانويه ادي جامعه ادي، عشان هي الروبوتات ماشيه كده؟ لا لازم انا عايز اشوف انا عايز ايه من نفسي، وانا عايز نفسي فين، وشايف نفسي فين، واطور نفسي ازاي. الامر ده مهم، محلك سر ما بيتغيرش. الميه الراكده بيحصل عليها طحالب وريم وبتاع، لكن الجاريه دي على طول واللي هنا في زرع واللي هنا ما اعرفش فيه ايه. فلازم يبقى عندي طموح، ولازم يبقى عندي نظره لذاتي مقدره وفي نفس الوقت بطورها، لكن محلك سر ده ما ينفعش. من ضمن كمان الاسباب اللي بتخلي في عدم تقدير للذات حته ان باخد حجه التواضع. يعني ايه حجه التواضع؟ ان انا ده تواضع ما ينفعش ان انا اعلي من لا وده كذا، وانا قلت لكم لا ده مش صح. التواضع ان انا ابقى في مكان ما اتبهاش وكذا، لكن عارف قيمه نفسي. انتوا عارفين الثقه ايه؟ الثقه عمل وانجاز. الثقه عمل وانجاز، هي دي. ده انا شايف انه بيجي قلب للتاني، العمل ولا النجاح ولا العمل ولا الانجاز ولا النجاح مع البيضه ولا الفرخه، مش مهم، المهم الاثنين مع بعض. من ضمن الاسباب الصعبه جدا جدا، والرابع سبب ده هو السبب الاساسي، اللوم الدايم للنفس وجلد الذات. دايما بيلوم نفسه، دايما بيجلد ذاته. يعني بصوا، انا مش عيب ان احنا نقيم نفسنا، تمام؟ مش عيب ان انت تقيم نفسك وتقول انا فين في حياتي، انا الامر ده معايا صح ولا لا. ده حلو، لكن تجلد؟ لا 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 خالص. تجلد نفسك وتجلد ذاتك ويبقى الامر جواك دايما جلد وكذا، هتقعد يا ابني ومش هيدفعك حتى العمل. دايما تلومي نفس، الوم نفس اللوامه نفس حلوه بس تدفعني العمل. انا بقيم وبلوم نفسي عشان اشوف انا فين من اخطائي، انا فين من الغلطات اللي حصلت، طب فين في الاصلاح. هو ده إيه. ولما اجي اغلط عايزاكم تفرقوا ما بين حاجتين بالله عليكم، والامر ده اسمعوني مهم جدا جدا في الحوار اللي انت بتخاطب او عقلك بيخبط بيه. انا ابعدوا عن اي حد يكلمكم ويسبقكم ويحبكم، اسمعوا ده. في فرق ما بين السلوك الغلط اللي انا خدته وما بين شخصي انا وما بين نفسي انا. يعني انت مش السلوك الغلط اللي حصل او العمل اللي ما تمش مثلا على اكمل وجه لان كان في غلطات كذا كذا، لا انت حاجه منفصله وسلوكك حاجه تانية. ازعل من السلوك السلبي اللي انا عملته او ان انا خلاص اتعلمت منه، لكن ما تزعلش من نفسك وتقعد تجلد في نفسك وتلوم نفسك لوم يقعدك عن انك تاخد خطوه للاصلاح او ان انت تغير. بعد كده ركز في الكلام اللي انت بتقوله لنفسك اصلا. الكلام اللي انت بتقوله لنفسك ده صح؟ يعني ده اول خطوه في العلاج، الكلام اللي انت بتقوله لنفسك ده صح؟ يعني انا تقييمي عن نفسي ان انا مهمل، ان انا كسول، ان انا طماع، ان انا شخصيه غير اجتماعيه، ان انا غير قادر ان انا احاور الاخرين او اعمل مع الاخرين، الكلام ده صح؟ يمكن انت موصف نفسك غلط. فاكرين لما خدنا اداه المشاعر وجبنا لكم العصيان اللي عليها الايموشينات كلها، وقلنا لازم اعرف اوصف مشاعري صح، ولازم تعرف توصف ذاتك صح.
الكلمة اللي بيقولها غيرك دي وانت صدقتها عن نفسك هو صح؟ اه لا فعلا الدليل الموقف الفلاني كذا وكذا، القناعات الفلانية اللي عندي تمام، يبقى خلاص خد وعدل. لكن ساعات كتيرة جدا، وده اللي بيحصل على فكرة وبيبقى سبب رئيسي لعدم تقدير الذات، انك انت بتصدق الكلام الغلط وقيمت نفسك غلط وصدقت الكلام. الكلام السلبي ده اسأل نفسك بقى، الكلام السلبي اللي على نفسك ده ده حقيقي؟ لا. قيم نفسك وشوف صح ولا لا وابتدي في التغيير. وقعت، ها فشلت، مش مهم. ابدأ من جديد، ابدأ من جديد، وحط وسائل تانية لتحقيق الهدف. ما بتحطش نفس الوسائل عشان هتحصل على نفس النتيجة، لا، حط وسائل تانية لتحقيق الهدف. ها صح ولا لا؟ بلاش تربط صورتك بنفسك بأمر لو حصل لي كذا فأنا هبقى عندي ثقة، لو حصل لي كذا هبقى سعيد. السعادة المشروطة وتقدير الذات المشروط، أنا لو خسيت هبقى عندي ثقة في نفسي. أنا شوف ناس تحفة جدا، الدنيا مش فارقة معاه، والله ما بارك وبيشتركوا في كل حاجة وروحهم حلوة وجميلة. لا أصل أنا بشرتي لونها أسمر فمش عارفة إيه فأنا مش جميلة فلازم ما أعرفش أعمل إيه. لا أصل أنا مناخيري مش عارفة إيه ولازم عمليات تجميل وكذا، ولا إما أحط ما أعرفش إيه عشان ما لا لا لا، ما تحطش نفسك الثقة مشروطة بأمر. لو هو أمر خارجي خلاص، خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، الله عز وجل قال كده، والجمال ده نسبي والتقييمات دي نسبية، حد يشوف ده حلو حد يشوف ده كذا، ولا تخلي كلمة تأثر فيك ولا تخلي توصيف يأثر فيك. لكن إنك أنت تاخد الكلمة وتقعد عليها وبعدين تنزل تنزل تنزل، ده مش صح. من ضمن الحاجات الجميلة اللي بتعالج الأمر، لو أنا عايز أنجز إنجاز معين غير، أنا عايز أنجز الإنجاز وباخد نفس الأساليب، لا غير الأساليب وغير الوسائل وصدق نفسك إنك ممكن تحقق الإنجاز ده. صدق نفسك إن أنا فعلا كده، ما أنا مش مصدق، أنا مش مصدق إن أنا بعمل، أنا مش حاسس إن أنا بعمل حاجة كذا. ودايما يصغر 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 من نفسه. أنتوا عارفين الأمر ده بيعمل إيه؟ مش بس ما بيقدرش ذاته، بيبقى انسان غير قادر حتى على اتخاذ قرار شخصي واحد، ويروح للناس كلها تاخد القرارات نيابه عنه، يروح للناس كلها يقول لها اعملي كذا وسوي كذا، لا طب اعمل ايه، طب اسوي كذا، طب اخد القرار ده، طب ما اعملش، مش مصدق ان هو قادر حتى على اتخاذ القرار. احنا ممكن نسال حد ثقه ومؤتمن، حد فعلا يعني انا بصدقه او هو مصدق عندي وامين في النصيحه، يحفزني ويوريك فعلا انت فعلا محقق كذا. بس بلاش ان الحد ده برضه يبقى مشروط. انا باني ثقتي وسعادتي وتقدير الذاتي ان انا اسال فلان او كلام الناس، لا لا، بلاش يكون الادمان ان انا تقديركم كلامكم هو اللي يخليني اقدر نفسي او ما اقدرش، لا برضه لا. اعتمد انت على نفسك وعلى قناعتك. وزي ما قلت لكم، لو انا عايزه اغير قناعه جديده عن نفسي لازم اكتب الكلام ده، اكتب خطوات التغيير دي عامله ازاي، واشوف واحد اتنين تلاته وايه الامر، وده انا وقعت من، واقيم نفسي، لا ده محتاج تعديل، لا ده الانجاز الفلاني او كذا، ايه الخطوات، طب اللي حصل ده اثر عليا، يعني الخطوات انا خدتها ديت انا استجبت ليها ولا حصل لي انتكاسه، طب اخد وسيله تانية. لا هو ده، بصوا يا جماعه، محدش هيقدر يقلل منك الا اذا انت سمحت له كده. انت سمحت له ان هو اصلا يأذيك، انت سمحت له ان هو يقلل مش بس تقديرك لنفسك ولذاتك، لا يقلل منك انت شخصيا. انا عايزه يعني عايزه منكم شويه حاجات. عايزه مننا حاجه اسمها نفلتر الكلام اللي داخل عقلنا. الكلام اللي داخل عقلنا اشوفه، اللي انا بسمعه، اللي عقلي بيقوله ويحدثه، يحدث حوار داخلي. احنا قلنا الحوار الداخلي يا اما سلبي ويطلعني لسابع سماء او ينزلني لسابع ارض، لو ايجابي هيطلعني لسابع سماء، لو سلبي هينزلني لسابع ارض. وفي ناس ما بقاش فارق معاها وما بقتش تاخد تطور في حياتها ولا عايزه واقفه محلك سر. اللي واقف هيفضل واقف، ما يقعدش بقى يسال إيه انا 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 عايزه اغير، لا انا عايز مش عارفه اعمل ايه في حياتي، لا انا عايزه اجدد، وانت واقف محلك سر. عايز تغير قناعتك في امر، غير الوسائل اللي انت واخدها وشوف هي بتخدم على الهدف اللي انت عايزه ولا لا، سواء كانت قناعه فكريه او عمليه، وشوف انت فين من الامر ده. لكن نسمح لحد
يقلل مننا او تسمح لنفسك انت. الحلقه دي عشانك انت، احنا اتكلمنا عن الناس اللي بتقول قلنا نعمل معاهم ايه، لكن الحلقه دي عشانك انت وعشانك انت، الكلام الذاتي الخاص بيك، الكلام الداخلي اللي انت بتقوله لنفسك، الحوار اللي مخك بيقعد يفكر فيه ويمخمخ طول الليل، وبعدين نطلع بقى بالنهار ننفذ كل الحاجات السلبيه. انتوا عارفين الرسول صلى الله عليه وسلم كان من ضمن الوصايا ان احنا وانت نايم بتقول شويه اذكار، من ضمن الاذكار رفع الهمه، من ضمن الاذكار النوم على افضل العزائم، انك تنايم انا ان شاء الله هقوم اصلي الفجر واعمل كده افضل، بيديك امل جديد. لكن انت تقعد تجلد ذاتك وتلوم في ذاتك وتسمع الكلام السلبي عن نفسك وتسمع اراء الاخرين ويبقى عندك موروثات سلبيه من التربيه، هتفضل يا ابني محلك سر. واحنا مش عايزين كده، احنا عايزين ان كل واحد يبقى مع نفسه، كل واحد يبقى مع نفسه واخد خطوات ايجابيه، بيكلم نفسه كلام ايجابي، ما يسمحش للوم ان هو يكسره، ما يسمحش الكلام الناس ولا الصفه ولا حتى الحوار ولا نظرته لنفسه ولا انه مش مصدق نفسه ان هو يخليه على رتم واحد، او ان انا دونيه، انا شايف دونيه والناس بتعاملني بالدونيه والناس مش مقدراني ولا محترماني. مش بس هيبعدوا ويتخلوا والكلام ده، لا ده هيخلوك مهزأ، هيخلوك فعلا مهزأ. ده جزء. الجزء الاخير الاستعانه، ودايما بقول كده يعني انا بنختم اي طلب من سواء تغيير ولا مهاره ولا تعلم ولا اي شيء في الدنيا جديد، استعانه بربنا سبحانه وتعالى، او قديم بستعين بربنا سبحانه وتعالى، اللهم عيني على كذا، اللهم عيني على كذا، اللهم كذا. الامور دي بتخليني ايه؟ بتخليني اطلع وتديني حتى نوع من انواع الامان، انا في جنب الله، خدت بالاسباب الدنيويه اهي وبالحاجات اللي احنا قلنا عليها، وفي نفس الوقت انا بستعين بربنا سبحانه وتعالى انه يجعلني افضل الناس، ويجعلني افضل الناس عنده، ويجعلني عنده من المكرمين، من الاخيار، من المصطفين، من الراضين. علوا سقف بقى التوقعات والاحلام والادعيه. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يجعلنا من اللي بيعرفوا فعلا يقيموا نفسهم صح، واللي فعلا يبقوا في مكان يعني هم عارفين قيمه نفسهم والمهاره اللي جواهم. اجعلني على خزائن الارض، اعرف قيمه نفسه، مش عيب ان انا اقول، وده مش ضد التواضع ابدا ابدا ولا ده كبر ابدا، هو عارف قيمه نفسه، فاعرف قيمه نفسك صح. فاصل قصير وان شاء الله اعرض لكم على نقول الاسئله والاتصال بتاعكم، فاصل وارجع لكم بسرعه باذن الله. ورحمة الله وبركاته. ناخد كده الأسئلة اللي على اللايف. عندي أمينة بتقول، أمينة سعد بتقول في مشكلة في حفظ المواد برغم أن كلية عملية. احنا قلنا الحفظ أمر سهل. بص يا جماعة، اللي بيمتحنوا واللي بيراجعوا واللي عايز يجيب المنهج، الحفظ بقرنه بحاجات. احنا قلنا أن أي حاجة محتاجة أحفظها أعمل لها رؤوس، أدي أولها كذا وأخرها كذا، أربط الحاجة، في حاجة اسمها المشابك الذهنية، أربط الكلام ببعضه زي ما بربط مثلا أواخر الأربع بأوائل الأربع مثلا، أربط بصوت وحركة ولون، قلم في صفوري أدي اللون، خط بإيدي كده، بسمع بصوت بسيط أول مرة وأنا بتكلم الأمر ده جميل، يلا توكلنا على الله، يبقى أنا سمعت. وبعدين إيه الحركة؟ الحركة إن أنا برسمها في دايرة، بعمل خريطة ذهنية، بعملها بشكل مربعات، في ناس بتعمل الحاجة كلها مثلثات طالعة، في واحدة كانت عاملة شكل تحفة جدا جدا لتلخيص باب كامل على هيئة حكاية، العصفورة الأم والعصفورة الأب، وبعدين راحوا على الشجرة معرفش، وكل مكان هي عارفة فيه أنه الموضوع والعناصر بتاعته. الحفظ ده أساسه إن أنا بربط صوت وحركة ولون، التلاتة دولت عشان يعني بلمس على الحواس كلها. وحاجات اللي بتساعد على الحفظ قلنا العسل وعين الجمل، التمر، الموز، الحاجات دي اللي فيها البوتاسيوم والمغنيسيوم والكلام ده. من ضمن الحاجات برضو ان انا لو انا عايزة احفظ ابص يعني اخلي قدامي مكان مش مفتوح، اخلي قدامي جدار مثلا بتاع الحيطه، انا على المكتب بيبقى قدامي الجدار مش قدام السرير والشباك والناس والكلام ده. لكن لو عايزه افهم ببص على مكان اوبن، مكان مفتوح، سماء، خضره، زرع، مكان مفتوح. لكن لو بحفظ احدد الامر كل المشتتات البصريه ويبقى الامر بس اللي انا ايه اللي انا بذاكره. تمام، ادعو الله سبحانه وتعالى لك بصلاح الحال. طيب انا عايزه بس
اللهم لك الحمد. بتقول ناس رادين مواعيد البرنامج حد وثلاث وجمعه الساعه 4 بتوقيت القاهره على قناه وطن تردد 1268 1268 افقي. اللهم لك الحمد. بتقول السلام عليكم يا دكتوره، انا متعلقه باستاذي جدا وهو كبير ومتجوز، اعمل ايه؟ الكلام موجز بس انا واثقه ان حضرتك عارفه حجم المشكله، محتاره ما بين الرغبه وعدمها. احنا وصلنا لكده؟ عارفه انه شبه مستحيل طبعا، وخاصه ان في عوائق كتير وانا مش عارفه اعمل ايه. بصي اللهم لك الحمد، التعلق بالاشخاص له مقدمات وله اسباب، اطلاق البصر، الكلام المفتوح، ايه بقى الحاجه بقى العظيمه جدا جدا جدا، احلام اليقظه. عارفين كده الخيال، احلام اليقظه، ان انا ببني كده، ده الاستاذ ده بيقول ده كذا فاخلاقه حلوه فانا مش عارفه ايه فما بغضش بصري واعمله كده، فرسمت فكره صوره اهي ذهنيه، بتعمل الصوره الذهنيه بتروح بيا لحد بتطلع بيا لحد ايه ده كلمني وانا كلمته وبعدين خرجنا وبعدين طلق مراته بقى، طلق مراته وسبع عيال وجه واتجوزني وانا كذا عايشه في سعاده واولادنا واسمائهم، تعمل ايه؟ احلام اليقظه. فالمخ بيبني ايه على اخر فكره، على اخر فكر، اخر فكره احنا اتجوزنا. شفت الامر خطير ازاي؟ عشان كده اسمعي ابن القيم بيقول ايه، دفع الخواطر الرديئه، ان انا ادفع، هي هتيجي، ما فيش حد ما بيجي له، لازم تجي لك خواطر رديئه ولازم يجي افكار، مش ما هو عايد لك الشيطان مش سايبك يعني، بس اعمل ايه؟ اجاهدها، والذين جاهدوا فينا لا نهدينهم، يبقى علامة ان الهدى هيجي من ربنا سبحانه وتعالى. طول ما انا بجاهد في الامر بدفع الافكار، ايه ده، اعوذ بالله الشيطان، استغفر الله، لا، واغض بصري واحجم الافكار اللي ممكن تخليني بتدفعني ان انا اعمل حاجه زي كده، او ان هم يسمعوا مني حاجه زي كده، او ان مخي وجوارحي تنفذ حاجه زي كده، يبقى بقطع الامر ده. بستعين طبعا بربنا سبحانه وتعالى وبدعي ربنا سبحانه وتعالى، ما بحاولش اختلق مواقف علشان اروح مش عارفه اكلمه، ما بحاولش ان انا ما اقعدش ابني مع نفسي كلام واجيب زميلاتي وكلموني واشوف صفحته الشخصيه وكاتب ليه واعمله كلوز فريند وبيعمل لايك عند مين وبيكلم مين وبيشيت على مين وابقى متعلقه بيه الليل والنهار، لا، الامر شبه مستحيل. يعني انت طالبه، مش عشان يعني انا بقول لك كذا، لكن ده امر واحد متجوز ومخلف اكبر منك، له اسباب بس انت مش كاتبه. يعني احنا ممكن مثلا من ضمن الاسباب مثلا البنت بتبقى فاقده مثلا حنان الاب، فبتدور على ايه، على حنان الاب، او والدها متوفي، او في مشاكل وفقدت حنان الاب وكذا، فالامر بتعمل ايه، فتروح تدور على مش عايزه اقول لكم المخرج بيقول ايه، هفتن عليه دلوقتي، وراحت تدور على حنان الاب مثلا في حد، في شخصيه كبيره، فتقول انا بحبه، بس هو ده مش حب، ده مجرد ان انت فاقده حنان بشكل معين، او تعامل كبير من شكل معين، او قيمه معينه باحترام فلقيتيها في فلان، ممكن يكون ده السبب، لكن طبعا انت مش كاتبه. لكن اهم حاجه الحلول اللي انا قلت لك عليه، وبتستعيني بالله ان ربنا وتفعل الامر عن قلبك، ده دفع الخواطر. ليه بقى؟ لان لو ما دفعتهاش اللي بيحصل، ان القلب بيقول بتبقى ايه، مجرد فكره وبعدين هم وبعدين وارده وبعدين شارده وبعدين عزم على الامر، عارفه انت بقى هم وعزم، انا هعمل الامر الفلاني وهروح اصرحه واروح مش عارفه ايه. كتير جدا 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 حالات كتيره واعرفها شخصيا وقعت في المحظور بسبب ان هي راحت قالت للمدرس ومش عارفه ايه، والمدرس ما عرفش خدها فين، وبعدين الدنيا باظت. ما ينفعش خالص، ما ينفعش باي حال من الاحوال، استعيذي بالله وادعي ربنا. اللهم بتقولي انا مش عارفه ادفع الرغبه، لا 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 لا، ادعي ربنا سبحانه وتعالى يجيب لك التقي النقي الرباني القراني الملتزم الحنون الرومانسي اللي ذو العربيه زي ما كانت بتقول، ولا الغني، ولا كل حاجه اللي فعلا يعرف قيمتك وكذا. واحفظي قلبك يا بنتي الواحد، احفظي قلبك لله سبحانه وتعالى الواحد الاحد طبعا، واحفظي قلبك للي جاي، للي هيعرف قيمتك وبيخبط على بابك، هو ده. لكن سايبه قلبي كده ريشه في مهب الريح، لانكم ثواب، كفايه ريش، كفايه زغببه وريش. ربنا سبحانه وتعالى لك بصلاح الحال، اللهم امين. معانا اتصال، ماشي، مين؟ ايمان من القاهره. السلام عليكم يا ست ايمان، ازاي؟ وعليكم السلام ورحمه الله. أنا بس عايزة أسأل بمناسبة موضوع الحلقة، إزاي ممكن أستعيد تقديري لذاتي بعد ما تعرضت لتجربة قاسية أو تعرضت لخذلان من شخص أنا كنت مستأمناه وكده، إزاي أستعيد تقديري لذاتي تاني بعد كل اللخبطة اللي حصلت دي، وخصوصا أنا ممكن أواجه الشخص ده قريب أو أكون قاعدة قدامه كده، إزاي ممكن أعمل كده؟ طيب
أولاً يا إيمان أنا بحييكي طبعاً على سؤالك، سؤالك ده سؤال تحفة جداً جداً، جمع الحلقة اللي فاتت والحلقات دي عند الله سبحانه وتعالى أعرف ألمهم لكلهم. اسمعين، الناس اللي خذلتنا والناس اللي باعتنا والناس اللي استأمنناهم على أسرار وهتكوا الستر وعملوا كل حاجة، والأمر ده إحنا قلنا الحلقة اللي فاتت إزاي إن أنا أواجه الحاجات دي. خليني أجاوب لك على الحتة اللي أنت سألتي عليها، إزاي أستعيد تقديري الذاتي وخصوصا ان انا هواجه الامر ده. بتعملي حاجتين، احفظي معايا اللي هقوله لك ده. اول قاعده، في قواعد، في فرضيات انا عايزين نحفظ منها. مثلا فرضيه ان المخ بيبني على اخر تجربه، والامر الثاني انه ما بيفرقش ما بين الحقيقه والخيال. وده هيعمل يعني ايه؟ يعني لو انا بفكر في امر معين وبعدين الفكره ديت فضلت اكررها في دماغي وبعدين سبتها وبعدين رجعت تاني ليها وبعدين سبتها ورجعت تاني ليها، ايه اللي بيحصل؟ مخي بيصدق، وبيصدق ان الامر ده حصل. انا استغل الامر ده ايجابي ازاي؟ اتخيل الموقف، فلان موجود، انا اديكي حاجات عمليه كده عشان نشوف. فلان موجود، فلان اللي خذلني، فلان اللي كذا، وسبب لي عدم تقدير لذاتي. ليه؟ اسالي نفسك زي ما قلنا النهارده، اسال نفسك ليه؟ ليه انا مش مقدر؟ ليه ذاتي مش مقدر؟ اخطات، ماشي اوكي، قيمت نفسي اخطات، خلاص عرفت ايه الصح الغلط، مش نهايه العالم خالص، بالعكس انا اتعلمت. ما هو ليال دغ مؤمن من جحر مرتين، انا اتعلمت، فالمره الجايه ان شاء الله مش هيحصل كده، وخدت الاسباب، وقعت، مش عيب، كلنا بنقع، خير الخطين التوابون. والتوابون ده ربنا قال عليهم ايه؟ قال التائب حبيب الرحمن، اعلى درجه، يعني اعلى درجه، واصلين درجه الحب، مش حبيب انت اللي بتحبي، حبيب الرحمن يعني ربنا بيحبك. شوف الامر مش مهم. طيب ما انا مكسوره لا عشان حد ما يستاهلش. بصي الخطاب اللي انا بقوله، اللي تقولي لنفسك ايه اللي انا بقوله لك ده، عشان واحد ما يستاهلش، عشان واحد ما طلعش راجل، عشان واحد طلع وخزل وكذا وكذا فيسبب لي ان انا لا 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 لا، الف سلام والحمد لله. فاكرين لما قلنا ان في ناس بنقول الف نهار مبروك انهم طلعوا من حياتنا؟ الناس المخادعة دي، الموشين اللي في وشك بكلام ومن وراكي بكلام، او اللي اللي بتعاملك منفعجيه مصلحه، اصلها معايا كذا، اصل انا هتعلم ازاي اكلم بنات، اصل انا هتعلم ازاي، استغفر الله، واحد بيقول اتعلم ازاي مش عارفه ايه، يعني مش بس يكلم البنات، لا واتعامل ازاي باللمس ومش عارفه عشان ابقى عندي خبره ولا كده، ده ربنا بص مش ولا هتعرف تعمل حاجه طول ما انت نيتك كده. كل القصص دي اعملي كاني قاعده، واول ما هواجه هقول ايه، واول ما اعمل اقول ايه. انا اعرف حاله من الحالات، وكويس انك انت ذكرتيني بحاجه زي كده، واسمعي الامر ده، الامر ده حصل حقيقه وانا شفته بعيني. حاله من الحالات مش بس خذلها، ده كانت مصيبه من المصايب، واحنا الشله مع بعض بنات كده وبتاع، المهم جت فلانه دي وقال لي تعمل ايه ومصيبه وبتاع، المهم خبوا عليا عشان عارفين ان انا ايه هبادل الدنيا. المهم صاحبتهم شرعوا عليها وروح للدكتور الفلاني، حالة وصل حالة لأقصى أنواع الإزاء الجسدي والنفسي ومش هيتنسى، ودخل فيها قتل نفس لأن كان فيها جنين من حرام وطفل من حرام. والمهم راحهم وبتاعهم مش عارفة إيه والكلام ده، والبنت دي يعني ربنا خلاص تاب عليها والحمد لله، وربنا صلح حالها والكلام ده. وكنت معاها في موصلة من المواصلات، وشافت الشخص ده، وهي كان من يوم ما حصل امر كان تقريبا مثلا فات بتاع 3 4 سنين، لا اخر سنه في الجامعه، ده كان اولى جامعه وده كان اخر سنه في الجامعه، وربنا تاب عليها وحسن توبتها، واحنا معاها وانا معاها في المواصله، وشافت الشخص ده فلانه طبعا مش كانتش فلانه، ده كانت الانتيمه، فلانه وعامله ايه ومش عارفه ايه والكلام ده. قالت اعوذ بالله السميع العليم الشيطان الرجيم، ربي اعوذ بك من همزات الشياطين، واعوذ بك ان يحضرون. هو انت ليه بتقولي كده وانت شيطان؟ قالت له انت اسوأ من الشيطان. وقف التاكسي، وقفت ونزلنا من التاكسي وبتاع، واحنا في حاله ان هي انت كنت تقعد تقول لك استحاله اما قابله اعمل كذا واستحاله وعمل، لكن ساعه لما جه الموقف، لكن انا هقول وانا هعمل، طبعا ما قالتش اللي هي بتقول. انا بقى بقول لك عيد الموقف مع نفسك، وارجوك اسمعي الكلام ده، وكل بنت بتتعرض لامره وبيبقى قرابه درجه اولى ولا تانية او دفعه مثلا وهقابله في الكليه في الطرقات، ما تتكسري ولا تحطي ولا الكلام ده، لا خلاص قدر الله ما شاء فعل على الغلط، الحمد لله كذا، الحمد لله كذا، اتعلمنا وجهي، وتبقي بكل قوه كده. ليه؟ المؤمن قوي بالله يا بنتي، المؤمن قوي بالله، والضعيف صاحب الذنب وصاحب المعصيه مكسور اصلا، هو اصلا مكسور، اللي بيعمله ده اسمها بجاحه، حتى لو هو اسمها بجاحه الامر، لكن المؤمن قوي بالله.
وإيه كمان؟ وإن الله يدافع عن الذين آمنوا فكوني من الذين آمنوا. أدعو الله سبحانه وتعالى يجبر كسرك وإن ربنا يقويك وتبقى نظرتك لنفسك نظرة ثقة. اعملي الموقف ولاقي نفسك عملت الإنجاز هتفرحي جدا جدا. كافئي نفسك بقى وشكرا يا نفسي الحمد لله ولك الحمد يا رب وسجدة شكر. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعزك اللهم أمين. معنا مين؟ جهاد. ماشي جهاد من بني سويف. السلام عليكم يا جهاد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بحبك جدا يا دكتورة وفرحانة جدا اني اكلمك. لا 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 مش سامعة أي حاجة جهاد. علي صوتك يا تعالوا لنا الصوت. علي صوتك. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. قطع الخط. يا دكتور والله ها طب يا دكتور أنا ليا سؤالين. اتفضلي. أول سؤال يا دكتور أنا الحمد لله الحمد لله من الأوائل الحمد لله الحمد لله. بس دايما دايما قبل فترة الامتحانات كل سنة لازم يحصل لي حاجة ما بعرفش أذاكر سواء عياط سواء كل حاجة ما بعرفش أذاكر لدرجة إن جالي كمان عصبي من كتر الضغط اللي أنا ببقى فيه. الحاجات اللي وخصوصا برضه اسمعني الحاجات اللي بتحصل لك دي حاجات جسدية نفسية مرضية ولا عوامل خارجية؟ عشان انا ما سمعتش. عياط وتعب ومش عايزه اذاكر وعايزه انام وحاجات كتيره واكثر حاجه العياط بعاد كتير. وخصوصا اخر الفترات دي يعني اخر سنتين كده. فعايزه تعالجي الموضوع ده ازاي؟ جهاد رحتي فين؟ طيب خليني اجاوبك على الجزئيه ديت لو رجعت لنا تاني. بص جهاد امر طبيعي الناس اللي بتبقى بتطلع او محافظه على رتم معين مثلا الناس اللي بتجيب امتياز الناس اللي بتجيب مثلا 95 وفيما فوق الوصول للقمه ده شيء سهل جدا شيء تحفه جدا وسهل بالاجتهاد وبالاخذ بالاسباب وكذا وكذا بطلع. المحافظه على الامر هو الصعب. الصعب على نفسيه الشخص اللي هو بيحرص زي ما هو يكون من الاوائل. ليه؟ لانه عايز يحافظ على المستوى الليفل ده بل يعلى كمان. فالمحافظه دي بتعمل ضغط نفسي. انا مش عايزاكي تضغطي نفسك. واي حد عايز يجيب مجموع عايز يطلع بالاوائل ما تضغطوش نفسكم نفسيا. اعمل ايه؟ مجرد بس ان انا اشوف نفسي وانا ناجح اشوف نفسي وانا واخد يبقى الصوره اللي انا شغلها ان انا ان شاء الله ناجح وطالع من الاوائل وكذا. ايه بقى الخطوات؟ الخطوات تنظيم وقت رقم واحد، رقم اتنين تنظيم وقت، رقم تلاته تنظيم وقت، رقم اربعه تنظيم وقت، رقم خمسه اداره وقت وتنظيم وقت واداره من هنا بقى لحد ما الحلقه تخلص. بس زي ما قلت قبل كده نص ساعه او تلت ساعه وعشر دقائق. بس عشر دقائق عشر دقائق الناس بتبداها تلت ساعة وبعدين خمسة وبعدين ستة سبعة تمانية يبقى خمسة ستة سبعة تمانية لحد ما توصل لبس البريك عشر. عشر دقايق بس قافلة كل حاجة قافلة الراوتر وقافلة الدنيا نزلها البي دي افات بتاعتي بذاكر منها ماشي عشان الحجج العظيمة دي وقافلة كل اي نوتيفيكيشن جاي من الانستا جاي ومن تويتر جاي ومش عارفة من على السناب كده هسة جميلة جميلة ولا التيك توك اللي طالع لي كل قصة تحفة كل ده اي كلام مشتتات ابعد عن كل المشتتات وباخد بالاسباب. تلت ساعة خمس دقايق تلت ساعة خمس دقايق في الخمس دقايق بشرب مية بشرب عصير بشرب حاجة فريش واخد نفس عشان الأكسجين هو الوحيد اللي بيدخل غذاء للمخ تمام وابتدي أذاكر وأعمل بالعناصر وقلنا تون حركة وصوت وصوت وحركة ولون ألف فسفوري قلم كذا الخريطة ذهنية بعمل دوائر بعمل مسلسلات مثلثات ناس بتعمل مربعات أيا كان وبعد كده بقفل وبكتب انا عملت كذا ده انا فاكر كذا واحد اتنين تلاته ايه ده انا افتكرت تلات عناصر وهم كانوا سبعه المره الجايه كانوا خمسه وفاضل لي اتنين المره اللي بعديها انا فاكر السبعه كده. التوتر والعياط والكلام ده بيبقى خوف من مواجهه الامر السلبي ما تشوفيش الامر السلبي شوفي بس عواقبه لو انا ما ذاكرتش وانت الحمد لله عندك الحافز لكن شوفي الامر الايجابي ده اللي بيخليكي تتوتري وتبكي وبعي وبيبقى عيا فعلا الدكتور يقول لك ما فيش حاجه الامر نفسي ويبقى مرض فعلا ويسخنوا يعني السخونيه مش مفتعل ماشي البطني كذا صداع مش عارف لكن السخونيه معروفه فلا ما نوصلش نفسنا للحاله المرضيه دي واخد بالاسباب والنتائج فين على ربنا. وانا عايزه كل ام بالله عليكم بالله عليكم احنا النهارده قلنا من اول سبب لعدم يعني للواحد يجلد ذاته الكلمات اللي بتقال لو بنتك ما جابتش العشرة من عشرة انت ليه وانت كذا وانت فاشله مش هتنجح ليه يا بنتي
هم شفتيها اجتهدت، شفتيها اجتهدت. انا عايزه اقول لكم عيالي بيقولوا لي هو انت مش هتبطلي تقولي لنا نجحوا مره؟ يعني قولي لنا نجحوا. انا كل ما اقول لهم اخدتوا بالاسباب ونجحتوا ما نجحتوش ده النتيجه بتاعت. المهم انا شايفاكم بتاخدوا بالاسباب ومجتهدين، حلو خلينا ماشيين بيه. هم ذات نفسهم الامر بيبقى دفع ذاتي بقى من جواه، والذاتيه في الامر ده مهمه جدا، لكن ما تدفعنيش لمرض. ادعو الله سبحانه وتعالى يوفقك ويجعلك من اول الدنيا والاخره، وما الدنيا مش نهايه العالم يعني، مش نهايه العالم، بس خدي بالخطوات اللي انا قلت لك عليها. ناخد سؤال ولا ناخد حاجه من الاسئله العظيمه اللي عندنا؟ الحمد لله مش سامعه اي حاجه. خلينا نقول السلام عليكم يا دكتوره هاله، انا بحبك جدا احبكم الله. انا معلمه اطفال، وحصل ان احد الاطفال قال لي انا لا اعبد الله لاني مش شايفه. ممتاز جدا التفكير ده، بس اقول لك نعمل ايه؟ ارجوكي قولي لي اتعامل ازاي. انا حابه اتعلم من حضرتك كم نشاط اشاركهم بيه. هقول لك على النشاطات، بس خليني اجاوبك على السؤال ده. اي سؤال عقلي اجاوب عنه بسؤال عقلي، تمام كده؟ يعني هو بيقول لي انا مش هعبد ربنا عشان انا مش شايفه. طيب هو احنا لازم نبقى شايفين كل حاجه احنا عارفين عنها معلومه؟ يعني احنا دلوقتي بنتنفس ايه؟ وفين الهواء؟ فين الهواء يا عم؟ لما هو اكسجين موجود، هو فين؟ انت شايفه؟ اه بس انا عارف ان في هواء وفي نسبه اكسجين بكذا، وان تركيبه النيتروجين فيه كذا والهيدروجين فيه كذا. انا عارف، عارف ان الهواء فيه كذا. موجود ولا مش موجود؟ اه يعني شوفانه ولا عدم شوفانه؟ هينفي انك انت مؤمن ان في هواء؟ لا. طيب انت مجنون ولا عاقل؟ لا انا ما عاقل. لا. طب مخك فين؟ شايف مخك انت؟ لا مش شايف. بس لو عملت اشعه اشوف. اه ما هو برضه لو أرفير انا ربنا موجود وله دلائل كونيه وله ايات كونيه، ممكن وفي انفسنا ايات، وفي ايات كونيه وفي ايات قرانيه، فهو موجود. لما ما اخشش بقى لا بقى والواد الحد والواد مش عارف تشرح بيخاطبني بعقل اخاطبه بعقل. في برنامج جميل جدا جدا اسمه صناعه المحاور، تحفه جدا، والتسجيل فيه بدا جديد. ادعو كل البنات اللي او الامهات اللي عندها شغف كده وعباها حابه تتعلم ازاي ان انا اواجه موجه الالحاد والتشابهات، موجه الكلام عن الله سبحانه وتعالى والدين، الاعجاز العلمي مش عارفه والقران، كل الكلام ده ازاي ان انا اعرف اعمله. هو برنامج تحفه جدا على ثلاث مستويات تقريبا. في فتح قريب باب التسجيل اسمه صناعه المحاور، ادعوكم ان انتم تشتركوا فيه، وفيها كتير جدا جدا من الاجابات دي. ناخد سؤال تاني معانا. اتصال بسنت من القليوبيه. السلام عليكم يا بسنت. الله الاتصال وقع، ناخد حاجه تانية. الاتصال وقع ولا معانا يا جماعه؟ حد يرد عليا يا اهل الكهف. طيب خلينا الف نهار مبروك. ناخد سؤال من الاسئله الجميله اللي معانا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا دكتوره. انا عندي مشكله مع زوجي، امر طبيعي، امر طبيعي يحصل مشاكل، بسبب امه بتتكلم عني مع الجيران وتقول ان انا مش بعمل لها حاجه، والله انا بعمل لها كتير، وهي وهو مؤثر معايا وهمني، وبيحصل خصام بالسنه. يعني ازاي خصام بالسنه؟ طيب اسمعيني، خليني اجاوبك على موضوع تدخلات الحما في حياه مرات الابن او في حياه ابنها. انا قلت لكل بنت، وانا عارفه ان الكلام ده بيبقى ايه ثقيل شويه على النفس، خصوصا ان هم يقول لك ايه لا مش عايزه حد يتدخل في حياتي. خليكي ناصحه، خلي عندك ذكاء اجتماعي. بصي لو الحاجه اللي هي بتقولها وبتتدخل فيها خير عايد على بيتي وحاجه ايجابيه ليا ولزوجي، انا اقبلها. تمام، انا اقبلها. لو هي امك اللي قالتها تقبلها. امتى ارفض التدخل وامتى اقول لا سلام عليكم؟ ها كده الدنيا كده. لو العلاقه معاها هتزود قطيعه، العلاقه معاها بتجيب مشاكل، فيها اهانه ليكي، فيها عدم تقدير، فيها ناس بتشتم وتبهدل وتضرب، ويجي اخو جوزك واخت زوجك معرفش يعملوا في ايه، وكانك احنا جايبينك ليه؟ انت هنا عايشه بلقمتك، وانت تيجي هنا تخدمي علشان وانت كذا، وامال انت بتعملي؟ لا 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 لا. انواع الحماوات احنا اتكلمنا عليها، قلنا في الحما المتسلطه وفي الحما الغيوره وفي الحما الانانيه او الطماعه اللي هي تقول لك مثلا ايه لا هو جاب لها حاجه يجيب لي اتنين، انا امك تجيب لي زي ما يعني. ونسمع حاجات عجيبه جدا جدا، يعني زوجه ابن تقول لك انا رحت اجيب العبايتين، جبت عبايه لونها كافيه وعبايه لونها فوشيا. امر طبيعي ان البنت هتاخد الفوشيا الملعلعه ده؟ ها لا حماتها تقول لها انا عايزه انت واخده، انت عايزه تعجزيني وانت عايزه تكبريني وانت عايزه تعملي لي كذا. فالبنت خدت الغام مش ولو جت على الحاجات الهايفه دي، لكن تدخل يأذيكي جسديا ويمحي كرامتك وناس يبقى في نوع من عدم التقدير والاحترام وشتايم لا 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 لا.
لا 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 خالص، سلام عليكم. مكان ما بيعملش كده، لكن في غايبه ونميمه، لا تنتهوا هقعد معاكم، هتفضلوا في اللوكلوك ده، ما انا مش ناقصه. بيجيبوا سيره ناس وخوض في اعراض وقالوا وقلنا وعدوا وعدنا، لا لا خالص. مجتمع كله استغفر الله شرب وحشيش ومش عارفه وايه، عيالك هيطلعوا فين؟ لا سلام عليكم. هنا 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 لازم افصل في العلاقه، لازم. لكن ان زوجك يخصمك بالسنه يا ابني، يعني اخطبي لك، يعني اتقي الله، يعني ما تحل المشكله، حل الامر اللي يخص والدتك انت اتكلم فيه، والامر اللي يخصها هي كزوجه انت تكفيها، هي المفروض انت الامان. يعني انا دلوقتي مخصمها سنه ليه؟ لا شرعا ولا عرفا ولا بدنجانا خالص، يعني ولا رجوله ولا فين، وانت فين اهلك؟ يعني ايه خصمك سنه ما يكلمكيش؟ يعني ازاي يعني؟ عايش معاكي ايه؟ بياكل تحت وبيعمل تحت عند اهله وسايبك؟ لا ما تبقاش عايش. انا بس نفسي في موضوع الحما ده بالذات ان احنا نحسم، تبقي ناصحه وشاطره وعندك مهاره في التعامل، لو انا اخد الحاجه اللي بتنفعني وانا كلامي كله باحترام، ما بيطلعش مني الغلط والعيب عشان ما اجرأش اللي قدامي عليا. لكن الامر تعدى يا بنتي، ضرر نفسي وكذا وكذا، لا خدي واقفه وهاتي قعده رجاله من عيلتك ومن عيلته وكذا، انت خاصمني ليه؟ وامك ظلماني وامك قايله كذا، وواحد اتنين تلاته الناس تحكم، وردوا بالحكم بس يكون ناس صالحه. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني يصلح حال البيوت كلها. ونيجي في يوم كده، نفسي صراحه نختم الحلقه بالامنيه دي، يجي في يوم ما بقاش فيه مشاكل ويبقى الناس بتتكلم، ما تيجي نزود طاعات، ما تيجي نشوف درجات رب اللي عند ربنا عامله ازاي. حفظت كم القران؟ ادعو الله سبحانه وتعالى يرزقنا بالمدينه الفاضله، اللهم امين. جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان، تايه في إحساسنا الحنين، كل الحاجات